بهذه الصورة وبهذا التعبير الجسدي الجميل، هذه اللوحة الكوريغرافية الرائعة منذ الأزل. رجال ترعاكي عبارة حكت بأيادي عشاق الوداد كتعبير عن ارتباط الأنصار بعشقهم الأبدي، وكتعبير أيضا عن عشق أنصار الوداد وانتمائهم لهذا النادي ولهذا السرحر لهذه المباراة. وتقربنا من حيثيات هذه المباراة، مباراة قمة الجولة الثانية من البطولة الوطنية. كم هي من صورة رائعة جدا هنا بالمركب الرياضي محمد الخامس، صورة تعبر لمساندة الوداد والمغرب الفاسي في القمة، قمة الجولة الثانية، وكم أروع من قمة هنا بالمركب الرياضي محمد الخامس. أكيد أن كل هذه الكلمات وكل هذه العبارات لن تقربكم. حمزة حجي والآخر لاعب سابق للوداد، هنا الكرة بالرأس في صراع مثير ورهيب بين الكبار، والكرة من الجهة اليسرى خطيرة جدا، تعود مجددا جونيور موكوكو الرياضي من الجهة اليمنى للانطلاق. جونيور موكوكو والتسديد المباشر، محمد برابح يقود الهجمة، ينطلق لوحده للوداد، خطيرة جدا بخطورة كبيرة، والهدف حتى عن تمرير عرضية، كرة مرفوعة خطيرة جدا، وتاريخ كبير وعريق للماس وللوداد، لمن سيكون الانتصار ولمن ستكون الثلاث نقاط. فوزي عبد الغني ينطلق من الجهة اليمنى، خطيرة جدا، محاولة تسديد جونيور موكوكو. جونيور موكوكو كان بإمكانه أن يسجل للمرة التاسعة. المهاجم الكونغولي جمل كونغو برازافيل وكون بلاتشي. الجمهور يتذكر الرواد، نبقى أولا معاني الكرة من جون لشغل مكاني على مستوى الارتكاز بالوداد. فوزي عبد الغني ينطلق من الجهة اليمنى، ذكي سريع مكير خطير من الجهة اليمنى، تسديد الذي كان بإمكانه أن يكون مستحق للوداد، الذي بدأ وكأنه جاهز في العشر دقائق التي مضت، سدد بالرجل اليسرى تماما وبحس هجومي وبرغبة وبإلحاح هجوميين أكثر. هنا الكرة مرفوعة، فوزي عبد الغني خطيرة جدا للوداد من الجهة اليسرى، كرة تعود مجددا للوداد، خطيرة جدا، التسديد المباشر بحظه، ويبدو منزعجا لهذا الحظ الذي يبدو انه يشاكسه في هذه المباراه. دون التسديده بالرجل اليمنى المؤطره وبقوه، لكن القائم يمشي على تسلل فرصه خطيره للماس، حمزه مرزوق لوحده ينطلق، سرعه احمد اجدو من الجهه اليسرى، احمد اجدو كره مرفوعه المتابعه من جونيور موكوكو، بالراس 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 بالراس، ياتي الخلاص للوداد. جونيور موكوكو السعيد هذه الليلة بهدفه الأول، بهدفه الأول رفقة الوداد في المركب الرياضي محمد الخامس. انتظروا جميعا لحدود الدقيقة 70، وكما قلت الإحصائية هذه المرة تثبت فعالة أن الوداد تسجل دائما في النصف ساعة الأخيرة، يعني أكثر من نصف الأهداف التي سجلتها الوداد في البطولة الوطنية هنا في المركب الرياضي محمد الخامس كانت في النصف ساعة الأخيرة. انتظروا الثلث ساعة الأخيرة من المباراة وسجلوا الهدف الأول ليسعدوا أنصارهم بهذا الهدف للكونغولي جونيور موكوكو. يعني هذا هو اللعب الفت، لأنه استغل غياب زميله اللي كان وراء جلبه للوداد، وبالتالي استغل هذا الغياب بتسجيله لهذا الهدف الجميل جونيور موكوكو. أو مجنين خطيرة جدا للمغرب الفاسي لوحده، عبد الحراري لسكوما مجددا، يخترق دفاع الماس من الجهة اليسرى، أيوب سكوما المرة الثانية ينطلق يبحث عن فرصة للتسديد. ثلاث لاعبين، ثلاث مهاجمين أمام مدافعين. من خالد البيج، خالد البيج ينطلق، كرة مرار كيف ضاعت، يعني يا لها من غرابة، يعني كان لوحده.